جيت جيتك يا بلادي جيتك في المعاد جيت النادي جيت وصوت حزين تحت الموت جيت نقول كلامي ظل الطيب حرام حرام يضيع الحق حرام حرام مهما نكون الجريح نبي صوتي فوت حدود الريح ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير نبي الحب يسير يرفف مثل الطير نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير كل يدير الشر تنادي مكسير نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير نبي الحب يسير يرفف مثل الطير نبي السلام قلوبنا يعيش كبير واللي يدير الشر طريقه كسير كيف كيف نسامح ناس من غير قلوب وكيف نطرح ونقعد بسكاتي ليش نعيش حزين وليش نرضى عليه مسكين ليش تبكي بالأحزان العين لا ما يصير الشر واستحضار الخير يعيش ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير الحب يصير يرفرف مثل الطير نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير واللي يدير الشر ترجع ديما كسير نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير واللي يدير الشر ترجع كسير سابقا في دراغنوف. يعني انت قلتي لي بنت كل اسبوع وهذا الشيء صعب، يعني لو ما قدرتش نجيب وحده في الاسبوع كيف يصير في خدمتنا؟ ما تخافيش، مش انت بس اللي في المشروع هذا، في زوز بنات تانيات غيرك، وزي ما وعدتك 2000 ليكي على كل بنت تجيبيها و10000 للبنت. توا عمر يجري ورا البارده هذه. قصدك منى؟ بس حلوه. حلوه شيني؟ شوفي لبستها قولي متسلفاتها من حناها. انا شذرت لك شذرني مني مش خلاص سيبتني يا عيني يبقى وما تمشيش مع حتى الغريب فهمت ولا لا؟ لا وراه الحوش أمس قول يا جير قول يا ما جاي يعني حتى انت تقيد في القتل اللي صار والشباب الباري اللي رموهم برصاص شن ذنبهم جاوبني قلت لك اللي مات مات على روحه ممكن تغير الموضوع توا نظرتي فيه طلعت غلط انت زيك زيه سفاح زيه يا خساره كلام هذا ما ينقليش انا فاهمه ولا لا يا جر يا شني كمل اقتلهم اقتلهم جرذان زي هذا مش تحكوش يعيشوا انت عندك كامل الصلاحيات بما فيها صلاحيه الاعدام الميداني
ادخل الساحة واعطي امر للجنود يرموا عليهم. نفذ. مازال بتعرفيني تاني يا لوجين؟ هيا شنو الموضوع اللي تبيني فيه؟ اصبري يا امل وانتي بصلتك محروقه، كل المكسرات ليا ساعه واني ناكل في المكسرات والفواكه والشوكولاته، ولتو ما قلتي ليش على الموضوع مهم جدا جايبتيني على خاطر. اوكي اسمعيني مليح، تعرفي عبير اخت عمر؟ عبير بنت الكيسح، وميني ما يعرفهاش. هذه تدخل الخيمه امتى ما تبي وتطلع امتى ما تبي وتحكم وتطلق غادي. خيمه ال تي ايه قداش خيمه في ليبي؟ خيمه واحده بس. عبير حكت لي قالت لي صاحب الخيمه يحب يساعد بنات الجمعيه هلبة، وحب يحكي معاهم ويسمع مشاكلهم، كل فتره وفتره يستقبل مجموعه منهم. باهي كملي. فقالت لي نشوف لها مجموعه من صحباتي يمشوا قابلوه، منها يتشرفوا بشوفته ومنها يستفيدوا بالكرم تاع ربي يحفظه. خيرك انقلبتي تي، هذه فرصه عمرك يا منجوها ما تضيعيهاش. قاعده تركبي في الايفيكوات تتشحطي في الشمس، لو ما كنتش اني نرفع فيك مره مره راكي وليتي تشاديه من الشمس. هذه فرصتك باش ديري سياره، هو مش حيبخل عليك. معقوله هيك ما دون مقابل؟ انتي ما تعرفيش ولا شيني، هذا ما عندوش الروح مع الهدرز والخطابات والنظريات، هي كلها نساعة يهدرز لكم فيها على حقوق المراه في المجتمع الجماهيري، كيف المراه تساهم بناء انسان نموذجي والطفل تربيه امه وشركاء لاجراء وباقي الكلام الفارغ هذا. شنو صار في ناشي؟ مشيت للحوش قالوا له ما روحش. بخر في الهواء ولا كيف؟ تيمالي ما عندهم مشاكل ولا قليل وين ماشي. ليه تو اكثر من اسبوع ما روحش. الجيش قاعد يودي في روحه، بيمشي لبنغازي. رد اللي اول ماليش يا اخي. تمشي معهم ولا شنو؟ حلوة منك، عجبتني. حنمشي ومش حنمشي. كيف هادي؟ تو نقول لك كيف. اللي ماشيين لبنغازي قوات كبيرة من الجيش، وفي عدد كبير من المتطوعين، وطبعاً ولاد القناقل والكفوس كلهم حيكونوا غادي لحظة الانطلاق، باش كل واحد فيهم يحمي عيلته ومكانته في البلاد، لأن حيكون في جواسيس حيسجلوا أسماء أبناء المسؤولين اللي ماشيين للجبهة. والقائمة هذه حتوصل للقيادة، وأي اسم لأي شخص مهم ما بعتش ولده معناها تشاو عليه حيكون في أسفل السافلين. بعدين قصدك حتمشي تقاتل؟ حنحاول قدر الامكان ان يشوفني اكبر عدد ممكن من الضباط والمتطوعين باش نثبت وجودي في الجبهه. Oh, my God.
الله اكبر. عرفتوه من هذا اللي توا؟ على كسر. على صقر ولا صقر يا؟ الله اكبر. وبعدين الخطة بي. وبعد أسبوع استجمام في الاستراحة لبين تمت الجبهة. أول ما يروح الرجل نروح معاه من نفس الطريق، وطول نبدأ نبعث فصوري في جبهة لجماعتي وهكي ينتشروا في كل مكان والكل يتكلم على بطولاتي، وهكي أثبت وجودي وحافظت على مكانة عيلتي في البلاد وقدام القيادة. كان كل واحد دار زيك يا صاحبي، تمين مال اللي بيحارب معاه. اللي حيحاربوا معاه هم رجال الريح اللي في المناطق الفقيرة، أصلا هم عايشين من قلة الموت وما عندهمش علاش يعيشوا، أما اللي كيف نحن يا صاحبي مخلوقين باش نعيشوا لأن عندنا علاش نعيشوا. صباح الخير يا صباح النور. نحط لك فطور. وين ولدي ناشي يا عبادي؟ خير ما روحتش. اتكلم قول خير ما روحتش. بشويش يا حجة مريم، غير تفضلي وخشي وتريحي والساعة عبادي يحكي لك على كل شيء. ما نبيش نستريح، نبي توا يقول لي وين ناشي. اوكي خالتي مريم، انا حنقول لك على كل شيء. إلى الغرب من مدينة طرابلس وبالتحديد مدينة الزاوية التي تعتبر الرابطة بين أقصى الغرب الليبي وبين العاصمة، تحركت القوات التابعة للزعيم الليبي لفرض سيطرتها على المدينة. وبحسب شهود مش عارف أمتى بيتم وجع الرأس هذا كله. كنا لابين العلانة عايشين مستريحين غير شن جابلنا الهم هذا. بس اللي صار صار توا، لكن الغلطة على الدولة اللي ما عرفتش كيف تتصرف من البداية. يا ودي عارف ان الدولة مقصرة وان الشعب حالته بالهون، لكن مش هكي الحل. القدافي مسكر راسه، كان يقدر يبضخ على الشعب، لكن هو راسه تبن وطاغي وديكتاتور. ادري ليش الشبحات متاعك هذي، انت عمرك ما حبيت القدافي وديما مش هاضمة. شو المحبة اللي نزلت عليك توا؟ مش عارف يا صقر، مش عارف الحق مع شكون. في الأخير أنت عارف وضعي ووضع عائلتي، القدافي هذا من قبيلتنا. وكان هذا يا ودي نيمة، قلت لك شطلع بسلاحك وقف مع التوار، لكن أقل شيء يقول كلمة حق. شو أنت بيني نقول؟ قول أن اللي صار غلط وأن القدافي يقتل في شعبه وأن الناس معه الحق. الناس اللي تحكي عليهم هما يا صقر هدوا على المخازن وخنبوا سلاح، شو أنت بيدي لهم القدافي؟ وزع عليهم الحلوى والورد. وما سألتش روحك علاش مشوا المعسكرات يسرقوا في سلاح؟ يا رجل كتائب قعدت في الشوارع تقتل في الشعب مع انهم طالعين سلميين، وهذا مالكوش حل تاني يدافعوا بيه على انفسهم الا بالسلاح. علمهم سرقوا السلاح. يعني سلاح لا عليك وحرم عليهم. موضوع كله مش خاش لي دماغ. حط روحك محل واحد من اللي ماتوا، ولا تخيله واحد من خوتك، وقتها حيخش الموضوع لدماغك. Thank you.
ليش اللي قاعد تدير فيه ربيع؟ شو اللي تسمح فيه ندير فيه؟ نسكر ولا شني؟ عود بالله من الشيطان الرجيم، حتى الفادك سودت زي قلبك. شكلك حسدني يا مختار. لا ليش اللي منحزك ان شاء الله؟ على الضلاله اللي انت فيها يا شيخ الطغاة. انا ندافع على بلادي ضد المؤامره. تي مؤامره يا ربيع، ناس طالعه سلمي بيغيروا من حال البلاد، يتلقوهم بالرصاص ومش اي رصاص بال 14.5 وتقول لي مؤامره. اصلا الخروج عن الحاكم حرام شرعا. يا ربيع لما يكون حاكم مسلم من زي الكافر اللي يحكم فينا. اسمع انا مش فاضي الكلام تقول فيه، ونحذرك ليش قدام حد تاني اللي يقيموك يا صاحبي. قصدك زي ما قام الشيخ رضوان اللي بلغت فيه حضرتك يا شيخ ربيع. لا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق الله العظيم. جيتك يا بلادي، جيتك في الميعاد، جيت النادي، جيت وصوتي حزين تنمت، جيت نقول كلام كلامي ظل الطريق ذنب، حرام حرام يضيع الحق، حرام حرام مهما تكون الجريح، نبي صوتي فوت حدود الريح، ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر تنادي المكسير. نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر طريقه كسير. كيف كيف نسامح ناس من غير قلوب، وكيف ليش نعيش حزين وليش نضع عيني مسكين، ليش تبكي بالأحزان العين، لا ما يصير الشر واستحضان الخير يعيش، ونبي نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر طريق قديم كسير. نطفي النار بيدي نزرع ورد الخير، نبي الحب يصير يرفرف مثل الطير، نبي السلام في قلوبنا يعيش كبير، واللي يدير الشر طريق كسير.
سابقا في دراغنوف. يعني انت قلتي لي بنت كل اسبوع وهذا الشيء صعب، يعني لو ما قدرتش نجيب واحده في الاسبوع كيف يصير في خدمتنا؟ ما تخافيش، مش انت بس اللي في المشروع هذا، في زوز بنات تانيات غيرك، وزي ما وعدتك 2000 ليكي على كل بنت تجيبيها و10000 للبنت. توا عمر يجري ورا البارده هذه. قصدك منى؟ بس حلوه. حلوه شيني؟ شوفي لبستها، قولي متسلفاتها من حناها. انا شذرت لك شذرني مني، بس خلاص سيبتني ياي. وما تمشيش مع حد تاني غيري، فهمت ولا لا؟ سابري كان هنا وين مشي؟ طلع وراه الحوش أمس. قول يا جير تورقك يا ما جاي. يعني حتى أنت تأيد في القتل اللي صار، والشباب الباري اللي رموهم برصاص، شن ذنبهم؟ جاوبني. قلت لك اللي مات مات على روحه، ممكن تغيري الموضوع توا. نظرتي فيك غلط غلط، أنت زيك زي سفاح زي يا خسارة. كلام هذا ما ينقليش انا فاهمه ولا لا يا جر؟ يا شني كمل. اقتلوا. نقتلهم؟ جرذان زي هذا ما يستحقوش يعيشوا. انت عندك كامل الصلاحيات بما فيها صلاحيه الاعدام الميداني. طلعهم للساحه واعطي امر للجنود يرموا عليهم. نفذ. لا يا ما في شيء ما في شيء، لا بنولي للخدمة. سلامات. الولاد هاد مصيبتهم عين وعين حرفة، هادي أكيد عين المنجوها مرت السنوسي. لازم منبخر الحوش. يا فريحة جيبي البخور وتعالي. وزي ما قلت لك هو يحمل بصارة شوية، يعني لو تحك أضحكي معاه، ولو بصر عليك عادي تحملي. هو يعامل في كل بنات زي بناتها بالضبط. حاضر. هاي نودية. ناجي اللي قاعد محبوس في الأمن الداخلي. إيه لو كان شبحت يمه كيف تعيب؟ قريب تنهبل عليه. لكن اللي وجعتني منها إنها قاعدة تتشك في عبادي، وقالت له كيف أنت تطلع ولدي قاعد مشدود. بس القصة هذ ما هيش خشة دماغي حتى أنا. يعني عبادي لازم يقعد محبوس باش ترضى أم ناجي؟ عندها الحق، عبادي بروحها ما هوش عارف كيف طلع. الضابط قال له في واحد موصي عليك من فوق. سامة من هو الشخصية المهمة اللي بيوصي على عبادي ويطلعه من الحبس؟ مسكين عبادي،
أكبر شخصية مهمة يعرفها نايب عريف في المرور. وش ندراني أنا؟ ليلى صاحبتي، بنكلمها في الدار التغطية غادي خير. ألو، استحشتك. هلبة ولا شوي؟ هلبة فوق ما تتصوري. قاعدة زعلانة مني شوي. حقك علي، أنا غلطت فيك، بس أنت اللي نرفزتيني في الموضوع. تاني حدي روحك على حق. لا 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 لا، اسمعيني كويس، أنا وأنتي لازم نوصل اتفاق. شن هو؟ إن ماش نحكوا في السياسة بكل، وكل واحد فينا حر يتبع الفريق اللي بي. أنا نبي القدافي، أنا حر، أنت تبي المجلس الانتقالي وبوشنة قصدي مستشار عبد الجليل، أنت حرة، وهيك نفتك ونستريحوا من المشاكل. يا منى، الأجواء مشحونة والناس تغيروا، الخو تعارك مع أخوه والراجل تعارك مع مرته في جرة المشاكل اللي صاير في البلاد، فما تخليناش نخسروا بعضنا زي التانيين. أوكي، موافق. نشوفه غضوة إن شاء الله. نحبك. منى ردي، خارج سكتي، ردي. زعلتي مني؟ لا لا، ما زعلتش، بالعكس فرحانة. تصبح على خير. Oh,
تشتري سيارة، هو مش حيبخل عليك. ما تخافيش، معقولة أنا صاحبتك العمر هذا كله بنضرك يا أمولة؟ أنا جايبتلك الموضوع هذا لأنه في مصلحة ليك.